بوابة الأهرام المنتخب الوطني يواجه نيجيريا وديا في مارس المقبل. سوبر كورة منتخب مصر على وضعه في التصنيف الدولي لكرة القدم. الشروق وزير الرياضة التواصل مستمر مع بريدة والكاف للاستجابة لكل المطالب. البوابة نيوز سيف زاهر مصر قادرة على تنظيم أمم أفريقيا وملاعبنا جاهزة. اليوم السابع المنتخب الأولمبي يقترب من مواجهة أمريكا وديا في مارس. بوابة الأخبار معسكر منتخب الشباب ينطلق الأحد ويتضمن 3 وديات. الفجر خالد لطيف لا خلافات في مجلس إدارة اتحاد الكرة نتمنى. فيتو اتحاد الكرة يحدد موعدا مبدئيا للسوبر المصري. الشروق لاعب تشيلسي السابق صلاح استعاد مستواه وأصبح أفضل من هازارد. في الجول تقرير تركي تريزيجيه غاب عن المران احتجاجا على إدارة ناديه. أس الكشف عن رسالة الوداع الشامتة من بوجبا لمورينيو عقب إقالته. سبورت 360 مورينيو أمام فرصة للالتحاق بنادي أوروبي كبير.